صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي وأمن من لجأ إلى حسنكم. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يخطف الرؤوس ويحطم ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه متقدم بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه. هاي شجاعة. لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم. فهوى بجنب العلقم وليته أين المنادي وعباسا، فهوى بجنب العلقم وليته للشاربين به يداف العلقم. يا عباس ما انت اللي جبتني وبيدك يا اخويا ركبت. عتاب زينب سلام الله، حافظين الابيات وياها. يا عباس ما انت اللي جبتني أو بيدك
بيدك يا خويا ركبتني أو طول الدرب ما يفارقتني دقعد يا خويا وقوم أردني مهسياط زجر الورمتني أخذوا زينب سلام الله عليها وعينها على الكفيل خويا مربي يا حاد الضعن عباس مربي أنا مالي قلب أمشي وخلي ليش زينب أخوي وشفي لي وعتبي علي أو عتبي علي وقل للضعان يا أهل يباري إيش عندك يا زينب من أبي الفاضل صاحت دخيلي دخيلك اللي مقطع بالشريعة خويا بالشريعة يا لأن الندر رديت رجفوف قطيع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب الآية الكريمة طبعا أنا هالليلة رتجيبا بس فضائل لأبي الفضل يعني حياة لأبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه لكن ما يصير نعبر بلي آية نتبرك بآية ولو باختصار جدا واقتضاب إن شاء الله تعالى يمكن نشرحها خلال محاضرتين الآية الكريمة الآية الكريمة كلش باختصار 5 دقائق 10 دقائق ونطب المحاضرة إن شاء الله الآية الكريمة تعطي 3 صفات لله تعالى إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل تولج أي تدخل تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل المقطع الثاني طبعا هاي العملية ما حد يقوم بها غير الله سبحانه وتعالى ولا يستطيع أن يأتي بمثلها إلا الله سبحانه وتعالى أن الله يدخل الليل في النهار ويدخل النهار وين بالليل وهذه قضية واضحة أسلو عملية سنوية لو عملية يومية قاعد نشوفها المقطع الثاني من الآية تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي شوف واحد ميت الله يطلع منه حي والحي يطلع منه ميت سبحان الله هذا موجود إخراج الحي من الميت والميت من الحي أمثلتها جدا كثيرة إن شاء الله خلال البحث لو هلي ولو باشر نفصلها إن شاء الله الثالثة ترزق من تشاء بغير حساب الأولى نرجع إذن الإيلاج ليل ونهار إخراج الحي من الميت والميت من الحياة اثنين والثالث شنو الرزق الأولى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل عمليا نشوفها يوميا وعمليا نشوفها سنويا وين هذه مولانا العملية اللي نشوفها يوميا أو سنويا قبل لا أقول لك اليومية السنوية إحنا الآن خلال عندنا 6 أشهر الله يأخذ من الليل يضيف على النهار وست أشهر يأخذ من النهار يضيف عليه من؟ على الليل صح ولا؟ فشوف في 6 أشهر مثلا الليل طويل النهار قصير صح؟ أو النهار طويل الليل قصير مثلا الآن لما تجي أنت مثلا إلى الشتاء من الشتاء النهار شنو؟ قصير صح ولا؟ والليل طويل تنام وتقعد ليل تنام وتقعد ليل تنام وكل ليل زين ما يخلص لأن الليل شنو مولانا؟ ليل طويل ما يخلص واضح مولاي؟ لأن بالشتاء الله أخذ من النهار أضاف عليه من؟ على الليل واضح مولاي؟
إذا شو يصير؟ يصير النهار قصير الليل يطول. الآن تشوفون الأذان، الأذان في أول محرم أتذكر لما طبينا للكويت كان الأذان يمكن 6 ودقيقتين إذا ما تخني الذاكرة، 6 ودقيقتين وثلاث دقائق، الآن 6 إلا 5، صح ولا؟ شوفوا العملية، ما حد منكم حاسب القضية، لكن الله سبحانه وتعالى إيلاج، إيلاج يعني شوي 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 يومية، ياخذ من الليل يضيف على النهار أو ياخذ من النهار يضيف على الليل. هاي 6 أشهر الأولى. 6 الثانية مولانا بالنسبة إلى الصيف، الصيف شو يصير؟ النهار طويل الليل قصير، واضح مولانا شلون؟ فإذا تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أي تأخذ من الليل تضيف على النهار وتأخذ من النهار تضيف على من؟ على الليل. هذا الرأي الأول اللي قاعد نشوفه إحنا عملية سنوية. الرأي الثاني عملية يومية، يومية قاعد نشوفها، يومية قاعد نشوفها إحنا. وين هذه مولانا؟ هذه عفية في المغرب وفي الفجر. الآن الليل، شوفوا الليل يجي النهار، شلون يجي النهار؟ النهار ما يجي مولانا فرد مرة يغزو الليل تشك بك وصار نهار، فرد مرة طلعت الشمس ما يصير، واضح مولاي؟ أكيد الشمس والنهار يدخل على الليل شنو؟ شوي شوي، يعني إيلاج، إيلاج شوي شوي بسكون وهدوء. أول ما يطلع الضوء يشق صدر الظلام، هنو بشوية يتسع 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 إلى أن يولي الليل ويأتي النهار شوي شوي، صح له لا؟ عملية شنو؟ بهدوء وإيلاج، ما تصير فد مرة. ولهذا يقول تولجوا، استخدم كلمة الإيلاج بين الإدخال شيء بشيء برفق وهدوء. زين، وكذلك المغرب، مغرب نهار نهار، وإذا تغيب الشمس وشوي شوي يضعف النور، يضعف 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 إلى أن يأتي الظلام فيخيم بدل النهار. ها، هذا يوم من الأيام المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه رق المنبر، المولى علي أمير المؤمنين قال سلوني قبل أن تلقدوني، سلوني عن طرق السماء فإني أعلم بها عن طرق الأرض. كل واحد سأل سؤال، هذه العبارة لم يقلها أحد في العالم إلا وافتضح غير علي بن أبي طالب سلام الله عليه. كلمة خصيصة فقط لعلي، بس لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قام لواحد قال له سيدي عندي كم سؤال، قال له سل، قال له اخبرني عن قبر سار بصاحبه، قبر مشى بصاحبه، هاي واحد، واخبرني عن أرض ضربتها الشمس مرة واحدة، هاي اثنين، الثالثة قال له اخبرني عن خلق من مخلوقات الله أنذر قومه لا من الجن ولا من الإنس، هاي ثلاثة، خاف إنسان ذكروني ترى. زين، الرابع قال له الرابع اخبرني عن ساعة لا من ساعات الليل ولا من ساعات النهار، ها؟ لا من ساعات الليل ولا من ساعات النهار. الإمام التفت إليه قال له أما سؤال، طبعا أكو بعد أسئلة بس ما في مجال، قال له أما السؤال الأول، السؤال الأول أن قبرا سار بصاحبه، فهذا يونس في بطن الحوت لما قطعت البحار وهو شنو مولانا؟ بطنها سار مثل القبر، ها، ليونس، وظل القبر شنو مولانا؟ يتحرك. قال له أحسن سيدي. قال له الثاني الأرض التي ضربتها الشمس مرة واحدة، هذا قعر بحر النيل لما انفلق لموسى عليه السلام، طقت الشمس رجع الماي بعد، هذا هو بحر، ما تقول نهر له شط وسعية بس مولانا، بحر بحر ناهنا شي قاوشة. زين، الشاهد مولانا قال له هاي مرة طقت الشمس. قال له والثالث عن خلق من مخلوقات الله أنذر قومه لا من الإنس ولا من الجن، قال له هذه نملة سليمان لا من الإنس ولا من الجن، هي شنو مولانا؟ حشرة. ولهذا شي يقول يا أيها النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، انذار له مو انذار، لا من الإنس لا من الجن، ها؟ قال له والرابع أخبرني عن ساعة لا من ساعات الليل ولا من ساعات النهار، اللي هي مضمون كلامنا. قال له شنو؟ قال له ساعة بين الطلوعين، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لا من الليل، ليش؟ لأن بيها ضوء، ضياء بيها، نور بيها، لا من النهار، لأن شين فيها مولانا؟ ها؟ ظلام بيها. إذن الله أدمج أولج خلط الليل في النهار، الظلام والنور خلطهم، تقول ليل ضوء موجود، تقول نهار ظلام موجود، فهي ساعة لا من ساعات الليل ولا من ساعات النهار. إيش قال الإمام علي؟ قال له بل هي ساعة من ساعات الآخرة. إيش بيها هاي الساعة؟ قال له ساعة فيها يستجاب الدعاء، ها، اللي عنده حاجة ما مقضية وين يدعيها؟ عند الفجر. ساعة يستجاب فيها الدعاء بعد، وتشفى فيها المرضى،
وتشفى فيها المرضى، هاي اثنين. ثلاثة، وتقضى فيها الحوائج. ثلاثة. الرابعة مهمة جدا، وتوزع فيها الأرزاق. الأرزاق توزع يمتى؟ بين الطلوعين. هذا الملك ميكائيل ينزل يوزع البركة والرزق والرحمة بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. قال أحسن سعيد الشاهد، خلنا نعبر احنا من هذا الآية. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، واضحة. تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. هذا الأمر الطبيعي اللي قاعد نشوفه الآن. زين، الله يطلع من دجاجة كائن حي، يطلع من بيضة اللي هو كائن ميت، يعني قشرة زين وبيها سائل فضي وسائل ذهبي، إذا ضربت بالقاع يأخذها ألم البيضة، تتألم يوجعها شيء، ما يوجع حياة ما بيها، لكن اللي تنمو ياهو اللي يعطيها الحياة الله سبحانه وتعالى. أنت تجيب البيضة تكسرها تخليها بالتاوة، التاوة تقول لها بعدها زين شيء يصير بيها، وانت تتألم تصرخ، لا لا تألم لا تصرخ، ما بيها ألم، حياة ما بيها. لكن بعدين الله يطلع منها ألوان كألوان الطواويس. زين، هذا شنو؟ الله أخرج من كائن حي شيء ميت ويطلع من البيضة الميت كائن حي. هذا مثال اللي يضربونه أهل التفسير، وكذلك أكو أمثلة. هذا رأي. الرأي الثاني، العلم والجهل. في بعض الأوقات الأب عالم، الولد جاهل. بالعكس موجود، الأب جاهل الولد عالم. زي مولانا، هاي اثنين. الثالث لا، الكفر والإيمان. الأب مؤمن الولد كافر، أو بالعكس الأب كافر والولد مؤمن. وهاي الأمثلة في عهد رسول الله جدا كثيرة. الثالثة اللي مربط كلامنا، وترزق من تشاء. طبعا كلش باختصار أنا قاعد أحكيها، جدا باختصار. وترزق من تشاء بغير، هذا الرزق بغير حساب. طبعا بي أشرح بس ما أشرحها. هذا الرزق لو مادي لو معنوي. الله سبحانه وتعالى يرزق بعض الناس الجاه، يرزق بعض الناس المقام، ماء الوجه، المال، الزوجة الصالحة، الأولاد الصالحين. يرزق بعض الناس الذكر الحسن، الناس الذكر بمن؟ بالخير. يرزق بعض الناس خلود الذكر، يرزق بعض الناس الشهادة، يرزق بعض الناس العلم. العلم هم نوع من الرزق. أنت مو شو مثلا واحد عنده فلوس واحد عنده علم تقول والله أنا هذا اللي عنده فلوس أحسن من اللي عنده علم، لا ذاك أحسن. زين، لأن الإمام علي شي يقول قيمة المرء ما يعلم، قيمة كل إنسان بقدر علمه. قيمة الإنسان مو بفلوسه، قيمة الإنسان مو بجاهه ومقامه، قيمة الإنسان مو برتبته وجاهه ومولانه ومسؤوليته. قيمة الإنسان حسب قول الإمام علي عليه السلام والأئمة الأطهار بمن؟ بعلمه. زين، يمكن عند الناس قيمة هذا مثلا بفلوسه، ولهذا إذا طب بمجلس بالفلوس كله تقوم له، شنو كله تقوم له؟ زين، وإذا دخل أبو العلم ما حد يقوم له، ولا واحد يفسح مجال له. زين، ولا واحد يقعد مكان. أنت لما تقيس حسب موازين الإسلام تشوف على أن صاحب العلم أشرف وأكرم من صاحب المال، لأن المال زائل والعلم باقي. العلم المال تحرسه والعلم يحرسك. زين، المال مولانا ورث أو وريث ورث للفراعنة يرثه الكافر والمؤمن، لكن العلم لا يرثه إلا المؤمن. واضح مولاي؟ إذن أكو فرق بين صاحب العلم وصاحب المال وصاحب الجاه وصاحب بقية الأمور. لكن مو بعيد واحد هم عنده علم وهم عنده مال، هذا نور على نور ما به إشكال. الشاهد مولانا العزيز إش قال؟ هذا نوع من الرزق. كما رزق الله سبحانه وتعالى أبا الفضل العباس سلام الله عليه. الآن العباس عنده ثلاث خوان ويا أربعة، لكن أنت لما تقرأ دائما تقرأ مصيبة أبا الفضل. الآن أينما تذكر الحسين عليه السلام تتطرق لذكر أبا الفضل العباس سلام الله عليه. شنو هالمقام الشامخ؟ ماذا جعل؟ ماذا أثر في كربلاء؟ أبا الفضل العباس سلام الله عليه من امرأة قال عنها أمير المؤمنين سلام الله عليه، التفت من بعد الزهراء إلى عقيل ابن أبي طالب، قال له أخي عقيل اختر لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب. زين، هذا الرجل عقيل كان عالم بعلم الأنساب، فاهم ذكي شاطر كان بعلم الأنساب. ليش الإمام أعلم لو عقيل أعلم؟ الإمام أعلم. زين، أنا قبل لا أقول لك أن أبو طالب، أن أبا طالب عنده أربع أولاد ذكرت لك، طالب، عقيل، جعفر، الإمام علي عليه السلام. الإمام أصغرهم سنا أكبرهم شأنا ومقاما، بين كل واحد وواحد 10 سنين.
عقيل بالنص والإمام علي بالأخير، يعني عقيل أكبر من الإمام علي كم سنة؟ 20 سنة. ليش الإمام علي قال للعقيل أنت اختار لي؟ الإمام ما يقدر يختار؟ الإمام يقدر يختار، بس قال لعقيل لدليلين، خلي الشباب يسمعون. الدليل الأول أراد أن يبين مقامه وشأنه وعظمة علم عقيل، هذا واحد. أو ثانيا مولانا العزيز أراد يبين إكرام واحترام الأخ الأكبر من باب التأدب، لأن الرواية تقول أن الأخ الأكبر بمنزلة الأب مثل الوالد مثل الأبو، فإكرامه واحترامه هذا يصير واجب، وهذا حبيبي من هذا الباب. ولا علي بن أبي طالب أعلم منا بكثير ولا قياس، ولا قياس، هذا إمام معصوم. زين، قال له ما تصنع بها أخي يا علي؟ قال له لأنجب منها ولدا ينصر ولد الحسين بكربلاء. إذن عنده خبر الإمام علي عليه السلام ما يجري على الحسين في كربلاء. قال له أين أنت من فاطمة بنت حزام الكلابية؟ فاطمة هذه مولاي العزيز، أنا ما أريد أفصل هواي، أم البنين فاطمة بنت حزام هذه أجدادها وآبائها كلهم شجعان، شجعان شجعان، يعني عامرية كلابية كان كلهم شجعان، يعني احسب عندها جد اسمه عامر. نريد أقول لك اسمعني، ها أكو جد، تعرف أن الأم لها أثر بالولد لو ما لها أثر؟ الوالدين لهم أثر، اثنينهم هم الأب هم الأم، واضح؟ ولهذا الرسول شو يقول اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. أنت تأخذ مولانا من بيت شريف، من بيت أهل شجاعة أهل كرم أهل إيمان أهل تقوى أهل كذا، هذه أثر على ابنك، يأثر على ابنك، على لا يغرك بس الجمال ومخلي كيلو وين مكياج وما أدري غيره وكذا، لا مولا لا يغرك هذا، مو بس الجمال أساس الزواج، الجمال نعم شرط لكن مو بس هذه مولانا. زين احذروا شنو، إياكم مخضراء، شوفها حلوة مرتبة وردة من بعيد، شوفها حمراء متكتكة هالوردة هذه، لكن وين منبتها؟ منبت شنو؟ شو؟ فأنت يا أب دير بالك ماذا تختار لولدك، وأنت يا ولد يا شباب دير بالك ماذا تختار، كذلك المرأة بالذات بالمقابل، لأن الخال أحد الضجيعين مولانا، إلى أثر، إلى أثر، هاي تنقل كل صفات أهلها، زين تنقل إلى هذا الولد. زين ما أخذ له وحدة، ليش تأخذه؟ والله جميلة، تفك ثلاجة بيتهم بالحرام، البيت لا أب يحترم الولد لا الولد يحترم الأب، وماكو احترام وإكرام بين الزوجة والزوجة، واحد يشتم الثاني غلط وأغاني وحرام وعرق وغيره. زين أنا أخذ من هذا البيت، هذا البيت وضيع ولو كانت ملكة الجمال. ها الإنسان إذا أراد أسرة تتكون، أسرة تتألف من إيمان وتقوى وأخلاق، زين الإيمان والأخلاق، وإلا يصير هذا البيت إذا ما اختارت الإيمان والأخلاق يصير هذا البيت كبيت العنكبوت. وتعرف ترى أنت بيت العنكبوت متهمش، بيت العنكبوت شنو مولانا؟ الزوج يواقع الزوجة بس يخلص كلته، زين تخلف الأولاد، الأولاد بس يكمرون شنو؟ يأكلون أمهم، ضايعة. إذا ماكو إكرام الزوج تأكل الزوج، الزوجة تأكل الزوج، والأولاد يأكلون أمهم، وين الموازين وين كذا؟ ها فإذا أكو مولاي، أكو هيتشي، أكو بعض البيوت هيتشي، لا تقيد بالحجاب، لا تقيد بالعفة، لا بالنجابة، لا لا لا، ماكو أي شيء ولا يهز، ولا يهز شعر من شاربه أصلا. زين الشاهد مولانا العزيز، ولهذا الإمام علي يدري أنه الزوجة تأثر لو ما تأثر؟ تأثر. قال له اختر لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب، قال له فاطمة الكلابية. شنو هاي فاطمة الكلابية؟ فاطمة الكلابية مولانا كلهم شجعان أبائها، عدها جد اسمه عامر، هذا عامر اسمع اسمع، هذا عامر ربح 40 مرباع في الحروب. تعرف المرباع شنو؟ أنا أقول لك توجه المرباع، إذا جيشين صار قتال بينهما، صار قتال بين، انتصر جيش انتصر على جيش، الجيش المنتصر ياخذ الغنائم، صح ولا لا؟ فرس تايه، درع طايح، سيف مشمور كذا، بعد هذول يظل يسلمون ياخذون الغنائم. ها هذول كان عادة عند العرب أنه يشيلون، يشوفون أشجع واحد بين الجيشين من جيش المنتصر، أشجع واحد ياهو، قبل لا يجيسون الغنائم يطونه ربع الغنائم كلها، ربع الغنائم إلى الصير، من خذ ربع الغنائم شو يصير؟ ياخذون الجماعة، أشجع واحد بين الجيشين يطونه شنو مرانا؟ ربع الغنائم. هذا عامر جد أم البنين ربح 40 مرباع، 40 مرباع يعني شنو؟ يعني بأربعين حرب هو البطل، هو الوحيد، ماكو أعلى من عدة. آه إذا هذا جد أبو فاضل كان يطلع، شلون يطلع أبو فاضل والله؟ وأنت تقول لي هذا جد من أمه، هذا جد وأبوياه، أبوياه علي، علي شو سولف عن علي؟ صاحب الضربة اليتيمة علي،
علي فارس الفرسان بطل الأبطال أشجع الشجعان، ما وقف بطل أمام علي إلا ورجع ومقطوع الرأس. علي من ضرب إذا ضرب ضربه لا يثنيها، ما ينطيها مرتين، مرة واحدة. علي الذي قال رسول الله يقول لو كان الناس كلهم من عمي أبي طالب لكانوا كلهم شجعان. علي الذي يقول عن معاوية يقول والله ما تراءت فئتان إلا وعلي فارسهما. علي بن أبي طالب، هذا علي، هذا علي يصير أب لأبي الفاضل، أو عامر من جانب الأم وكذا هم جد وأب المن لأبي الفاضل. إذن أبو الفضل جمع الشجاعتين، جمع الشجاعة، الشجاعة العامرية والشجاعة العلوية الحيدرية، جمعهن اثنينهن. شلون يطلع أبو فاضل؟ شلون يطلع أبو فاضل؟ يطلع أبو فاضل يدخل إلى ساحة الميدان، ساحة الوغى في كربلاء، زأر زئيرا جعل الخيل تصعد على الخيل. هاي الشجاعة، هاي الشجاعة، شجاعة علوية. زين، ظنوا على أن عليا قد خرج، رباه علي أمير المؤمنين سلام الله عليه في حرب صفين في بقية الأماكن. ولهذا لما تزوج بأم البنين أنجبت له 4 أولاد، الولد الأكبر ياهو أبو الفضل العباس أولدته سنة 26 من الهجرة، 26 احفظها في شعبان، 26 من الهجرة، 26 من الهجرة. علي بن أبي طالب يا سنة استشهد 40، يعني شقد عاش ويا أبو؟ 14 سنة، 14 سنة عاش مع أمير المؤمنين سلام الله عليه. سنة 50 من الهجرة قتل الإمام الحسن عليه السلام، إيش قد عاش ويا أخوه من بعد أبي؟ 10، إيش قد صار؟ 24. من بعد الإمام الحسن 10 سنين، يعني سنة 60 أواخر 60، يعني 61، أول 61 قتل الحسين، يعني إيش قد عاش ويا الحسين؟ هم 10، يعني مجموع عمر الشريف في كربلاء إيش قد؟ 34 سنة عمره، عمر أبو الفضل العباس في كربلاء 34 سنة. لكن أبو الفضل العباس يقال أنه أكو أعرابي كان صغير العباس سلام الله عليه عند أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه، أكو أعرابي جاب صندوق أعطاه لعلي أمير المؤمنين، قال له سيدي هاي هدية مني إليك، هدية. فتحها الإمام أمام الناس، من فتحها شاف بيها سيف مع الحمائل، تعرف الحمائل شنو؟ الحبال وكذا اللي يعلقون به السيف وكذا والغلاف وهذه. زين، يقول فتحه الإمام، طلع السيف، طلع السيف، أخذ يفحص الإمام، الإمام يتزين السيف بكفه. هذا علي من يقض السيف يعرف شنو هذا السيف، ظل يدقق به يشوف الحدة مالته يشوف كذا. رأى ولده أبا الفضل قاعد، زين، يعاين، يعاين على السيف وينظر إلى برقان السيف ولمعان السيف. قال له ولدي تعال وليدي تعال إلي إلي إجا. قال له أتريد هذا السيف؟ قال بلى أبا يا علي. فقلده السيف، لبس السيف، طلع السيف طويل إنه صغير، شد السيف فصل الأحزامه. زين، قال له ولدي امشي قدام عيني. ظل يمشي يمشي وأمير المؤمنين يبكي. قال له لسيدي تبكي؟ قال له أبكي كأني بهذا بولدي هذا في أرض كرب وبلاء يجول إلى ميمنتها وميسرتها وإلى قلبها ويذب عن أخيه العباس سلام الله عليه، هذا عن أخيه الحسين سلام الله عليه. زين، هذا المقام. فكبر وترعرع أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه تحت ظل أبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يوم من الأيام قاعد الإمام علي، خلي أقول لك عن الإمام، قاعد الإمام علي بالمسجد وإذا شاف العباس يركض، يركض وعلى كتفه ماء، شايل ماي ويركض والماء مولانا يراق على كتفه، قاعد يطشر الماء يتلطلط يعني على الأكتاف ويركض. صاح للإمام قال له وليدي تعال ولدي إلى أين؟ وين رايح؟ ها؟ قال له أبا يا حسين كنت جالس تحت منبر أخي الحسين، أبا يا علي كنت جالس تحت منبر أخي الحسين فحسست أنه عطشان، حسيت ما قال لي أريد ماي، حسيت عطشان، وقد علمتني أمي ألا أشرب قبل أخي الحسين فجاي أخذ له ماي. فمن شاف الإمام علي شاف على اكتافه ماي وكذا أخذ يبكي الإمام سلام الله عليه. الله أكبر يا أبا الفضل. ها، وبالفعل بالفعل هذا الأدب وهذا الوفاء عند أبا الفضل العباس. ماذا نقول عن أبا الفضل؟ ها، ترجع إلى أنت لما ترجع إلى وفاء أبا الفضل شو يقول عن الإمام الصادق عليه السلام؟ فنعم الأخ المواسي لأخيه. هذا الوفاء، هذا الوفاء. تعال أعطيك بعد واحد،
جابوا دخلوا السبايا ودخلوا الشهداء الرؤوس دخلوهن على يزيد بن معاوية وجابوا له مولانا علم راية، علم لواء كبير، لواء أكبر راية انطوها ليزيد. شاف اللواء، شاف اللواء هذا مبضع مولانا ملف من الرماح وطعنة السيوف الرماح والنبال، وهذه إلا مقبض اليد، وين مكان الإيد؟ زين هذا ما ملموس، ما بي أي أثر من الضرب. قلهم هذا اللواء لمن؟ يزيد يسأل. قلهم هذا اللواء لمن؟ قالوا له لأبي الفضل العباس. هذا اللواء يقول ظل يعاين علي، إيش قال يزيد؟ قال له أأبيت اللعن يا أبا الفضل يا عباس، تريد الناس ما يحكون عليك بعدين؟ والله هكذا هكذا يواسي الأخ ويوافي أخيه لأخي، هيك الأخ يوافي أخوه، هكذا الوفاء، هذا هو الوفاء. ظل إنه لبطل أشم، ويقول عنه يزيد عن أبي الفضل العباس، هاي الشجاعة الحيدرية وهذا الوفاء الحيدري ويوصل إلى كربلاء. الكلام عن العباس طويل جدا إخواني، أنا هواي عندي هواي هم جايب لكم أمور، يعني كلش هواي، زين كلش هواي. لو نتكلم عن شجاعته اللي يقول عنه، يقول لا تقاس شجاعته بشجاعة أحد إلا أبيه وأخيه، ماكو واحد أشجع منه وما ينقاس، يصعد على الفرس المطهم اللي ظهره عالي، زين يصعد ورجلاه يخطها على الأرض، ولهذا يقال له قمر العشيرة، قمر العشيرة. من نزل إلى ساحة الميدان إلى ساحة الوغى في كربلاء، ظل أي واحد يقترب إليه مولانا يضرب عنقه، ما كر ذو بأس متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم. قالوا لي يا ابن سعد قتلنا، نكس راياتنا، قتل شجعاننا وأبطالنا، قال تكثفوا عليه، سيروا أكثر اقتربوا إليه. قالوا لي لا نستطيع، هذا ابن علي الكرار، هذا ما نقدر عليه. زين إن استطعت فافعل أنت بنفسك، تعال أنت اقترب إليه. قالهم إذن رموه بالسهام، ولهذا رموه بالسهام. زين كان صاحب معرفة وصليب الإيمان أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، اللي يقول عنه الإمام الصادق كان عمنا العباس نافذ البصيرة، صليب الإيمان، صلب الإيمان كان صلوات الله وسلامه عليه، صلب الإيمان، هذا إيمانه. ولهذا لما قطعوا يمين إيش قال؟ والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام، ما قال عن أخوي، وعن إمام صادق يقيني، يعني الأصل أنا هذا إمامي وأدافع عنه. شوف الولاية، شوف الولاية، شوف الدفاع عن الولاية. اسمع مولانا، من أبي الفضل العباس لأخيه، هذا الولاية وهذا الإيمان. هذا من بني دارم اللي قتل العباس، اللي ضربه، اللي ضرب العباس سلام الله عليه، من بني دارم. بمجرد أن ضرب العباس اسود وجهه، وجهه صار أسود. فمن بعد فترة من رجع إلى أهله سألوه، قالوا له وجهك أسود، ليش وجهك صار أسود؟ قالهم والله قتلت رجلا كان بين عينيه أثر السجود. شوف شوف، كان بين عينيه أثر السجود، يقال له عباس، هذا أنا قتلته، فلما ضربته اسود وجهي لضربه. الله، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الشيخ جعفر التستري رحمة الله عليه صعد المنبر في حرم الإمام علي عليه السلام، كان يصلي من بعد الصلاة، صعد ليلة السابع، ظل يقرأ عن العباس، قام لواحد قال له شيخنا اذكر لنا فضيلة لأبي الفضل العباس لم تكن لأحد. قال له ماذا تقول عن رجل، الله عجيبة والله صدق عجيبة أخواني، زين قال له ماذا تقول عن رجل قبل يده ثلاث من الأئمة المعصومين، ثلاثة قبلوا يد أئمة، إمام مفترض الطاعة. قال له من؟ قال له أمير المؤمنين أولهم وسيدهم. لما أولدته أم البنين جاءت به إلى أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول قبل هامته، قبل هامته ثم بكى، ثم قبل نحره فبكى. الإمام يقبل يعرف وين، ها؟ كان مقمط بقماط خفيف، يقول تمطى بقماطه فاستخرج يديه فقبلهما علي أمير المؤمنين، يقبل إيدين أبو فاضل الإمام علي، هذا يقبل إيديه. قال له والثاني؟ قال له الثاني الحسين عليه السلام.
لما سقط أبو الفاضل جاءه الحسين، شاف كف انحنى عليه، مسح عنه التراب فقبله، الله أكبر. الحسين يقبل إيد أبو فاضل، يروح للثانية فيقبلها هذا الحسين، قال له والثالث؟ قال له بنو أسد ينقلون، ينقلون. لما وصلنا إلى جثمان على المشرعة على الشريعة، انحنى هذا الأعراب اللي هو الإمام السجاد، انحنى على اليد الأولى والثانية فقبلهما. هذا أبو الفضل، هذا أبو الفضل جيش الحسين. يوصل يم الحسين يقول له أخي يا عباس يترخص، أخي يا حسين يترخص بالبراز. يقول له أنت كبش كتيبتي وأنت حامل لوائي، طفي لي الضوء مولاي، وأنت حامل لوائي، يتشتت عسكري، ما أقدر أخليك. قال له والله قد سئمت الحياة وقد ضاق صدري وأريد أن أخذ ثأري من هؤلاء المنافقين. يقول بينما هو كذلك وإذ يسمع الأطفال العطش العطش. أي والله هالليلة، هالليلة بعد هالليلة ليلة الدموع، تأخذ حاجتك منه أبو فاضل، باب الحوائج كثر الدنيا وخليك أنت وياها. قال له العطش العطش الأطفال، ها الصيح سمعها أبو الفاضل، وإذ إجى السكينة، عم يا عباس أريد الماء، أنا عطشان، أنا عطشان أريد الماي. يقول أخذ الغربة، من بعد ما استأذن أخذ الغربة وصعد على المطهم على جواده، ونزل إلى المشرعة، 4000 فارس على المشرعة، نزل للماي، كشفهم، نزل للماي ويخلي إيده بالماي والماي بارد. هنا الوفة، هنا هنا الوفة، هنا الأخوة، عند أخوان الأولى، هنا الأخوة، ها خلي إيده بالماي يشرب الأولى، ها غرف غرفة بيمينه وراد يشرب، أو كبدة من العطش نيران يلهب. ماذا صنع خويا؟ ذكار ذكار كبدة عطيده والدمع. العافية عليك، أنا أرجع لبكاءك والله، أنت تبكيني والله. خويا ذكار شبدت عطيده والدمع صار، ذبوا علي قال الماي حرام، يحاكي الماي قام وتهل عينه، يا ماي العذب لي ايش قطعت بي، لو انك من بعد لوعت سكينه، تمر من جميع الارض تعدم، شلون اشرب اخوي عزيزين عار. اعلى اعلى يا زهره، سمعيهم يا زهره، شلون اشرب اخوي عزيزين عار، او سكنا والحرام واطفال ريق وضن قاضي القلمة على الماء. وهو يقول يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنوني، وتشربين بارد المعيني، ملأ الغربة ماء وصعد على ظهر جواده، وتوجه إلى خيام الحسين، فاحتوشته الرجال من كل جانب ومكان، وجاءته السهام كرشق المطر. عظم الله لك الأجر يا صاحب العصر والزمان، هو يسمع صوتي واحنا نعازي مولانا الإمام الحجة، بينما هو يضرب الأعداء يمينا وشمالا، إذ كمنا له لعيب من وراء نخلة فضربه على يمين. أين المنادي وعباس؟ لا تخجل لا تخجل، أيوا سيدا أيوا مظلومة، أخذ السيف بشماله وهو يرتجز ويقول والله إن قطعتم يميني، إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني، نجل النبي الطاهر الأميني.
أخذ يضرب الأعداء بشماله بينما هو كذلك إذ كمنا له حكيم من الطفل من وراء نخلة فضربه على شمال. أين المنادي وعباس؟ أيوة سيدا، أيوة مظلومة. أخذ ينظر يمينا وشمالا وإن جاءته السهام كرشق المطر وإذا بسهم أصاب صدر بالفار. بالعافية عليك والله، بالعافية عليك. ها وإذا بسهم أصاب صدر بالفار. وين الثاني؟ وين الثاني؟ عندنا ثلاثة ثلاث أسهم. وإذا بسهم أصاب الغربة فأريق ماءه فتحير أبو الفضل. وين يروح؟ أيذهب إلى الخيمة بلا ماء وقد وعد سكين بالماء أم يرجع إلى المشرع بلا كفين؟ وإذا بلعيد ضرب العباس بعمود من حديد على رأسه. أين المنادي وسيدا؟ أيوة عباسا، أيوة غريبة. سقط من على ظهر جواد حسرة في قلبها. الصاح صاح العباسة: السلام عليك أخي يا حسن. جاءه الحسين كالصقر المنقض جلس عند رأسه بالفضل عين فيها السهم والعين الثانية جمد عليها الدم. ظن أبو الفضل العباس أن عدوا يريد أن يحز نحره. قال: يا ماذا أقسم عليك بمن تعبد لا تحز نحري حتى يأتي ابن والد. أشمه ويشمني يودعني وأودعه. أويلي أويلي. سمع الحسين تفطر قلبها. يقول له: يا عباس أنا حسين يا خويا، يا عباس أنا حسين يمك واختلط دمع في دمك. أراد الحسين أن يحمل أبا الفاضل إلى الخيمة فامتنع العباس. لماذا أخي يا عباس؟ قل لي: يا خويا عسيان خليني بميتا. يقل لي: ويش يا زهرة زيما؟ أقول له لا. يقل لي: وعدك سكنة ترى. بينما هو كذلك عظم الله لكم الأجر. بينما رأسه في الفضل في حجر الحسين وإذا به شهق شهقا. وياي وياي من الزهراء وفاضت روحه الضرة. أعلى أعلى يا زهراء لا تقتلها. أيوة سيدة، أيوة عطاء اللي عنده حاجة اللي عنده مريض. أيوة عباسة خويا يوين ولا ويوين حسين ولا يوين ولا ويوين حسين ولا وكل طبرة بقلب حسين طبرة. الله قام الحسين إيده على ظهره إيده على ظهره أو رجع إلى الخيمة. شلون رجع بالله ما باكي هنا يجيها؟ اسمع اسمع رجع لها. يقول له: يا اخويا انكسر ظهري. يقول له: يا اخويا انكسر ظهري وتدري ينكسر ظهره. خويا ما يقدر على القومة أو تصبح عيشة قشرة. قل لأخويا شلون أقدر أصد عن مايك متوسد على القبرة
ويمك جودك ويسراك ويمينك عثر والواك. اسمع هذا البيت رجاء هذا البيت. قلنا يا راعي الوفا ما صار عندكم ولا. اسمع 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 هذا. قلنا يا راعي الوفا ما صار مثل خوتك بالخوان. الله عندك خوان ايش قد مسوي لك اخوك ها. اسمع قلنا يا راعي الوفا ما صار مثل خوتك بالخوان ويا لعفت العذب لاجلي وطلعت من النهر عطشان. رد الحسين الى الخيمه استقبلته الحوراء زينب اين ابن والدي اين ابو الفضل العباسي. قلها يا زينب راح عباس خويا راحي لعضيدي ليرفع الراس. يا زينب راح خونا راح لبيه ريحة غبون. أرادت الخروج زينب أرادت تطلع منعها الحسين. وين رايحة زينب؟ حاضر قلبك لولا رجعنا توجه هذا البيت. وين رايحة زينب؟ ما مصدقة أبو فاضل رايحة. إلى أين؟ قالت أنا ماشي أنا ماشي العباس أجعد خويا أجعد يا ورجب جفوف فوق زند. أويل لا تروحين زينب لا تروحين عندي وصية من أبو فاضل. هذا شنو الوصية يا أبا عبد الله؟ قلها يا زينب لا تروحي خويا جنت وياه والسامات الحني خويا قبل ما مات وصاني بوصيتي. شنو الوصيتين ها؟ اسمع هاي الوصية أبيات الدعاء هنا أخذوا حوائجكم ها. شنو الوصية من أبي الفضل إلى زينب؟ قل يا خويا حسين يا خويا حسين سلمني على ختنا خويا سلمني على ختنا وقلها لمني يا فارقتنا وقل سكنة لا تتنين وانا هيها تجيب لها امي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. هنيئا لكم جزاكم الله خير للشفاء المرضى قضاء الحوائج. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله شافي وعافي كل مريض. يا الله بالأخص من أوصاني بالدعاء من قصدناهم بالدعاء من على مرضاهم بالشفاء العاجل. اللهم الطالب حاجة في هذا المجلس في غيره اقضي حوائجهم بباب الحوائج موسى بن جعفر. يا الله عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان. وإلى أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم الشريف الفاتحة مع الصلوات. على جروحي والقمر غافي وأنا بروحي نجم طافي.